مباراة قوية جميلة سريعة مع لحظات أولى من عمر الشوط الأول. انطلاقة من بواتينج، عدى بطي خطير، عرضية لبرة، متابعة والهدف جول جوه الجول. الهدف الأول بدري 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 الاتحاد يقول كلمته ويسجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، والهدف بقدم عبد الغني محمد من جملة ومن بوصة ومن العرضية الساحرة بقدم النجم الغاني بنجامين بواتينج، وعلى طول يلعب عرضية جميلة جدا هدية لتصل لعبد الغني محمد عشان يحطها في الشباك، وعشان الاتحاد السكندري بدري 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 يضرب ضربته ويتقدم الان بهدف اول مبكر جدا في الدقيقة السابعة من بداية الشوط الاول. بص الهجمة وجمالها، بص العرضية، العرضية ايه متقشرة هدية، وعلى طول عبد الغني محمد بيقول لبواتينج متشكي على الهدية، وعلى طول يحطها في الشباك عشان سيد البلد يتقدم الان على طلوع الجيش بهدف اول، ويعتبر الهدف الثاني لعبد الغني محمد في دوري نايل في الموسم الحالي بكل التأكيد. الهجمة على اليمين حلوة، خطيرة سريعة، على طول عرضية قوية، الصد الحلوة تترد، دفاع ممتاز من حميد ماو، تعدي التحام فضائي، راسية ماو، متابعة، تسويم، يا الله والهدف جوه الجول جوه الجول. الهدف التاني جول جول جول، تصويبة غير، تصويبة صاروخية، تصويبة صاروخية، دانا 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 على طول في مرمى الحارس محمد شعبان، دانا دانا، تصويبة غير عادية بقدم ناصر ناصر يفاجئ الجميع بتصويبة غير عادية زيو في مرمى الحارس محمد شعبان. الاتحاد السكندري مدد 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 الاتحاد سيد البلد يعملها تاني ويسجل الهدف التاني، هدف غير عادي، هدف عالمي 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 في الدقيقة 17 من عمر المباراة. ادي حميد ماو، وادي التحام فضائي، ثم متابعة بلمسة بتصوبة جميلة من اللمسة الواحدة قوية غير عادية بقدم ناصر ناصر عشان الاتحاد يسجل الان الهدف التاني، هدف التعزيز، ده في الدقيقة 17 من الزمن الشوط الاول. يا الله يا الله يا الله، محاولة هجومية، جودوين على الشمال، يسر وحيد، يسري عاوز يعدي، يسري خطير، يسري لسه، يسري معاه اللاعب هشام صلاح، يعني يسري عرضية خطيرة، الصد الحلو من خطورة ديوارة، عدى تصويب والهدف جوه جول جوه جول. الهدف الاول هدف تقليص الفارق لطلاع الجيش بتصويبة جميلة قوية بقدم موسى ديوارة، تيجي في قدم اسلام ابو سليمة وتغير اتجاهها، هدف باقدام نيران صديقة بقدم ابو سليمة، طلاع الجيش مشاهدينا يسجل هدف اول في المباراة بالنسبة له في الدقيقة 36 من الزمن الشوط الاول، 2 للاتحاد السكندري، 1 نادي طلاع الجيش. طلاع الجيش يعود للمباراة، دي الهجمة الخطيرة الأولى الوحيدة على مرمى المهدي سليمان، مهارة فردية من موسى ديوارة، ويلعب عرضية قوية جت في قدم أبو سليمة عشان يسجل هدف في مرمى. 1 طلاع الجيش، 2 نادي الاتحاد السكندري. ادي العادة مرة ثانية، ادي سيف طوقة والدفعة، ادي سيف طوقة والضربة لمحمد هاني، وحكم اللقاء على طول نادر امر الدولة يديها ايه؟ يديها ركلة جزاء لصالح فريق طلاع الجيش، وانذار كمان للاعب التونسي سيف طوقة. انذار لسيف طوقة وركلة جزاء الان لصالح طلاع الجيش. دي الركلة الثانية للجيش في الدوري المصري في هذا الموسم، ودي تعتبر اعزائي المشاهدين الركلة الثالثة على لعيب الاتحاد السكندري، ودي تعتبر الركلة رقم 46 في دوري نايل في الموسم الحالي. 45 ركلة جزاء سابقة سجل منها 30 ركلة، وضاعت 15 ركلة، ودي الركلة رقم 46 ركلة جزاء لصالح طلع الجيش بقدم محمد حمدي زكي، نجم الاتحاد سابقا ونجم الجيش حاليا محمد حمدي زكي صاحب القميص الاسود،
اللاعب البديل والحارس المهدي سليمان، المهدي سليمان والنجم محمد حمدي زكي، والمهدي محمد حمدي زكي. ايوه تصويبه قويه في نص المرمى يسجل هدف التعادل لطلاع الجيش بقدم محمد حمدي زكي من ركله الجزاء. تصويبه قويه صاروخيه في نص المرمى عشان طلاع الجيش يعود للمباراه ويعود ويسجل هدف التعادل.